اليوم هدف الورشة هو توعية المجتمع المحلي لخطورة المخدرات وتأثيرها على هدم مجتمعنا وهدم شبابنا وبناتنا في هذا المجتمع. طبعا اليوم بالتنسيق مع شرطة محافظة طول كرم وقسم مكافحة المخدرات انعقدت هاي الندوة لتوعية الأمهات وربات البيوت كونهم هم أكثر فئة المفروض تكون مستهدفة لتوعية أبنائهم وتثقيفهم في وأخذ الحذر من كل الطرق اللي ممكن أنهم يتعرضوا لهاي الآفة أو يوقعوا فريسة لمروجين هذه الآفة في مجتمعنا الفلسطيني.